دكتور محمد، لو بدأنا بالملف الأمني وهو من أكثر الملفات إلحاحا في البلاد منذ السيطرة على الحكم، ما الذي حققتموه في هذا الملف على مدار هذا العام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي إليكم ولجميع المشاهدين الكرام. تحية لك. نعم، إذا نحن نظرنا إلى أفغانستان كدولة مستقرة مثل بقية الدول، طبعا تكون هناك نظرة مختلفة، عما إذا نحن نظرنا إلى أفغانستان بأن فيها حرب منذ أكثر من 43 سنة كانت، وأيضا هناك كان بالأخص منذ 20 سنة كان هناك احتلال، فكانت طبعا هناك مشاكل. تعرفون الحرب في أي بلد، إذا كانت الحرب فإن حرب أم المشاكل، تكون هناك مشاكل كثيرة. إذا نحن نظرنا من هذه الناحية إلى أفغانستان أنها بلد كان فيه حروب حوالي 4 عقود بل أكثر من ذلك، فطبعا تكون هناك مشاكل كثيرة، هذا لا يخفى على أحد. أما إذا نحن نأتي إلى هذا مضي تقريبا سنة كاملة وصول الإمارة الإسلامية للحكم، فنحن نستطيع أن نذكر بعض المكاسب، من أكبرها وأكثرها وهو الاستقلال والحرية. أنتم تعرفون بأن البلد كان تحت الاحتلال، والحمد لله نحن استطعنا بنصرة من الله سبحانه وتعالى ثم بمساعدة شعبنا بأن نستعيد الحرية والاستقلال. وأنتم تعرفون بأن الحرية والاستقلال هو هدف من أسمى الأهداف في حياة الإنسان، أن الإنسان يضحي بحياته ويضحي بأمواله ويضحي بأسرته بل ويضحي بكل ما يملك لأجل الحصول على الحرية. فنحن استطعنا الحمد لله أن نحصل على الحرية، وشعبنا والحمد لله الآن فرح وسعيد جدا بهذا المكسب والإنجاز التاريخي العظيم. هذا إذن طبعا هذا مكسب عظيم جدا. والنقطة الثانية من ناحية الأمن، أنتم تعرفون بأن في وجود الاحتلال كان هناك مشاكل كثيرة جدا في جميع النواحي، سواء كانت في المدن، كانت في الأرياف أو في القرى، كانت هناك مشاكل. يوميا كان يقتل حوالي 600 شخص، سواء كان من طرف الاحتلال ومن معهم أو من طرف المجاهدين أو من عامة الشعب للأسف. فالآن توقفت هذه سلسلة القتل، فإذا هذا إنجاز كبير آخر. ماذا تتصور إذا كان هناك يوميا يقتل في بلد حوالي 500 أو 600 شخص، ماذا يكون منه؟ ماذا كم يصل هذا العدد في الشهر وكم يصل في السنة؟ إذا الحمد لله توقفت هذه إراقة الدماء. أيضا هذه نقطة مهمة جدا في حياة الإنسان، الإنسان إذا يكون مطمئنا آمن. إذا هذا من ناحية ثانية كان مكسبا عظيما جدا. والمكسب الثالث وهو أن تعرفون بأن البلد كان مجزأ سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحتى ممكن نقول ثقافيا. للأسف كان هناك مشاكل كثيرة بين بعض الجهات الموجودة في أفغانستان، وأنهم كانوا يحاولون، وهذا كان مخطط للاحتلال، بأن يكون هناك تفريق أو تفرقة أو تشتت في المجتمع أو الشعب الأفغاني. ونحن الحمد لله بعدما عندما وصلنا للحكم الآن، أن تعرفون بأن البلد في حكم واحد مركزي قوي، لا يستطيع ولا يمكن لأحد أن يخرج عن هذا الحكم أو يعني أن يخرج على هذا الحكم. وفي السابق ماذا كان؟ أنا كان في كابل، الذين كانوا في كابل مثلا في الرئاسة، قصر الرئاسة، لم تكن أحكامهم أو أوامرهم تنفذ خارج كابل، في داخل كابل. وكان هناك للأسف مشاكل كثيرة، ولم يكن هناك حكم واحد، ولم يكن تكن هناك طاعة ولا السمع. والحمد لله الآن تعرفون بأن جميع البلد تحت حكم واحد، وأن الجميع يستمعون إلى أمير واحد، وهذا هو الذي سبب للأمن والأمان، وأن شعب جميعا استراح من الحمد لله من كثير من المشاكل. وأيضا كان هناك نقطة الثالثة أو الرابعة، نقول طبعا مشاكل موجودة، هذا لا شك في ذلك. طبعا بالأخص نستطيع أن نقول أن نحن الآن نواجه، أو الشعب الأفغاني يواجه المشاكل في مجالين، المجال الاقتصادي وفي المجال السياسي. سنعود لهاتين النقطتين.